بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من الطباع الخطيرة قلنا المجادلة، ومن الطباع الخطيرة في بني البشر هو أنه هذا إنسان هو يئوس كفور. متى ييأس الإنسان؟ هذا انطباع الإنسان، أن الإنسان من طباعه يئوس وكفور. ليش يئوس وليش كفور؟ ييأس إذا جاءه الشر ييأس، إذا جاءته كارثة يحزن، ومن طبيعي أن الإنسان يحزن، لكن يقنط، لكنه ييأس من رحمة الله، فتلك هي الطامة الكبرى. إذا يئس الإنسان من الخير، إذا يئس من رحمة الله، عندئذ يكفر، وأي كفر، لأنه مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الإنسان في خليطه، في تكوينه من نفحة إلهية وطينة أرضية تجره هذه إلى الأسفل وترتفع به تلك الأخرى إلى الأعلى. فهذه يريد له أن يكون على الأرض في قاعة امتحان، وفترة الامتحان هو العمر، ونتيجة الامتحان يوم القيامة، ومن موته حتى بعثه في يوم القيامة تلك هي فترات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، من العيش لكل واحد من الناس السبيل في البرزخ. عندئذ الإنسان عليه أن يكون دقيق في أنه لا ييأس من رحمة الله ولا يكون كافرا، لأن الجاهل حقيقة هو الذي، لأن الإنسان هو الذي يستأنس، وهو الذي يفرح، وهو الذي يطمئن في كل شيء يأتيه بالحياة، وهذا الاطمئنان قضية مهمة في حياته. بينما الجاهل إذا جهل أن في الحياة قوانين، وإذا عرف أن في الحياة قوانين، فيعرف أن هذه القوانين مرة تصعد به ومرة تهبط به، وهو السبب في ذلك. فلذلك لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله. فإذا يأس مثلا أنه فاتته فرصة حياة، فاتته فرصة عمل، فاتته فرصة من فرص الدراسة مثلا، فييأس فيقنط من رحمة الله. فإذا يأس يبدأ يتذمر، يبدأ يتألم، يبدأ يمتعر، يغضب، ثم يثأر، ثم يخرج عن طوره، ثم يتهم الله تبارك وتعالى أن الله ماذا أعطاه، ماذا صنع له، لماذا الله تبارك وتعالى صنع به هذه المصيبة، صنع به هذه الكارثة. بينما الحق ليس ذلك، إنما المصيبة والكارثة التي تصيب الإنسان هي من عند نفسه، وهي من عند ذاته. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل مصيبة تصيب الإنسان، يقول حتى هذه الخدشة التي تصيب الإنسان خدشة صغيرة، قال هذه أيضا من فعل الإنسان. ماذا يصيبه؟ صداع، ألم، ضربة كبيرة صغيرة، شجة، كارثة مالية اجتماعية سياسية اقتصادية، أي شيء في حياته، كل ذلك من عند أنفسكم، كما يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا الإنسان يوم اللي يكون عارف أن الحياة فيها قوانين، وأن القوانين تقول أنت إذا كنت مع الله كنت في حماية الله، وإذا كنت مغطى بحماية الله كنت مؤيدا مسددا، لا خوف عليك ولا أنت تحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما إذا خرجت، إذا عصيت الله تبارك وتعالى وخرجت عن دائرة حماية الله تبارك وتعالى لك، فتتعرض إلى النكبات، إلى المصاعب، إلى المتاعب،
إلى الآلام، إلى الأمراض، إلى الأعلال، إلى إلى إلى, إلى كل شيء، كل ذلك بسبب من عند الإنسان نفسه. هذا لأنه يجهل أن الحياة قوانين، وأن القوانين التي تصيبه أن هي من عند نفسه، هو يخضع نفسه إلى هذا القانون فلا يرتفع، أو إلى ذلك القانون فيكون محمي ومصان. لذلك يوم اللي تسلب من عند النعمة هو يمتعض، هو يتألم، هو يتأذى، ولذلك تراه يؤوس ويكون كفورا. الحق أن النعم الإلهية، أن النعم الله تبارك وتعالى هي نعم من الله، أنت ما لك دخل فيها. الله ينعم على عباده، وينعم على الذي يكون تحت غطائه، يكون في حمايته، ولا يكون في حمايته إلا أن يكون مطيعا له. فإذا عصاه تعرض إلى تلك الكارثة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه أشياء لطيفة، مراحل أو نقاط مهمة. يقول سبحانه وتعالى: وإن أذقنا الناس الإنسان منا رحمة. أولا الرحمة هي من عند الله، الخير هو من عند الله، وثانيا الله يذيق الإنسان هذه الرحمة. يذيق يعني شنو؟ كما أن الإنسان يتذوق طعاما معينا، يأكل، يجلس على طعام فترة معينة يتذوق هذا الطعام، وهذا التذوق يكون لفترة محدودة قصيرة ثم ينتهي، بمقدار ما ينقطع عن الطعام ينتهي التذوق. الألوان، هالأطعمة التي كان ولكهاتها الطيبة في فمه، هذا كلها راحت عنه. إذن الإنسان في الحياة الدنيا الله يذوق هذه الرحمة، وفترتها قصيرة، إذا ممكن تطول إذا استطاع أن يبقى تحت حماية الله تبارك وتعالى، تطول إلى مدة مثلا بقائه في الحياة الدنيا. ممكن بعض الناس يطول تذوقهم لرحمة الله حتى الممات، هذا إنسان موفق. ثم هذا التذوق قد تقول أنه هذه فترة طويلة عمر الإنسان، هو ليش يتذوق؟ المفروض يتذوق قليل. لا، هو عمر الإنسان قصير، عمر الإنسان كله هو فقط يوم القيامة يقف 50,000 سنة مما تعدون، على عمر لو طول على أبعد الآمال هو أن يكون 100 نصف نهار، 50 نصف ما أدري أكل وكذا، يمكن عنده 20 10 سنوات، 15 سنة. هذا عمل، نعم، في هذه الأعمال يعمل أعمال معينة يقف 50,000 سنة. هذا يعني أنه في الحياة الدنيا هو عمره قصير، لأن حياة وبعدين وراء 50,000 سنة جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها، ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها أيضا وهم فيها خالدون. هالخلود اللي الحياة الأبدية هذه مستمرة للإنسان. إذن عمر الإنسان في الدنيا مهما طول بالخير فهو عمر قصير جدا، لذلك يذيقهم الله سبحانه وتعالى الرحمة، وبمقدار ما يذيقهم الرحمة هم يكونون منعمون. يقول هذا الإنسان الذي يخرج عن دائرة الله ويخرج عن حماية الله، ينزع الله تبارك وتعالى منه الرحمة، كما ينزع مثلا الأب أو الأم ثوب طفلهما من جسده، ينزعوه هكذا نزعا ويخرجونه هكذا. الإنسان الرحمة اللي متلبس بيها من عند الله، الله سبحانه وتعالى يقول ينزعها. فيقول: فإذا نزعناها من هذا الإنسان شو يصير به؟ وإذا بهذا الإنسان بطبعه الأرضي المتجرد عن النفحة أو النفخة السماوية، هذا الإنسان يؤوس، إنه ليؤوس كفور. يتحول الإنسان يائس من رحمة الله، ثم يجزع، ثم يتهم الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفعل ما يريد الإنسان كما يشتهي الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومكن له كل شيء، وأراد له أن يكون تحت حمايته بشرط أن يكون مطيعا له، فإذا أطاعه
كان مغطى وبرحمة الله تبارك وتعالى. لذلك بسبب جهل الإنسان يغلب عليه طبع الأرضي اللي هو يبدأ يثأر ويبدأ ينتقم ويبدأ يضجر، وإذا ضجر نعم تحول إلى إنسان أقرب إلى الكفر. قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، راح بعيدا، نسي أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ونسي الله سبحانه وتعالى، أعرض ونأى بجانبه. لكن لما تروح من عند النعمة وييأس، بعضهم يحاول أن يتشبث بالله سبحانه وتعالى ويعود، والقرآن الكريم يقول لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أبدا، يتشبث لعله يرجع. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يدعو الله إلهي أعطني، إلهي مكني. وإذا أعطاه نعم فرح بها، يقول سبحانه وتعالى وإن إذا أذقنا الإنسان رحمة فرح بها، ازداد فرحا، ازداد سرورا. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، هذه السيئة بما قدمت أيديهم، فإن الإنسان كفور. يكفر الإنسان، ليش يكفر؟ لأنه على درجة من الضجر وعدم المعرفة بقوانين الله تبارك وتعالى ومراده من خلقه ومن هذا الإنسان، لذلك فهو يتذمر، ولذلك فهو يكفر يضجر. هناك استثناء من هذه الطبيعة الخليط الإنساني، استثناء، هذا طبع الإنسان بشكل عام، ويستثنى منه قوم معينون، وهم أولئك المؤمنون بالله، المسلمون له، المطيعون له، الذين لا يعصون ربهم طرفة عين أبدا. سبحانه وتعالى حينما يقول وإلا إن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، راحت المشاكل، الحمد لله. احنا ما نقول، هو ما يقول، القرآن ما يذكر الحمد لله، راحت الآلام والمشاكل وبدأ، وراحت ذيك الفترة العصيبة وبدأ مرحلة الفرح. نعم ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، راحت فخور بشنو؟ أنه استطاع أن يزيل الأزمة، استطاع أن يزيل المشكلة، استطاع أن يتجاوز المعضلة، يفرح. وبالفرح خطورة، يوم اللي يفرح يعني ينسى نعمة ربه وينسى الله تبارك وتعالى. الله يقول هذا هو الطبع الإنساني، هذا هو طبع الإنساني، ولكن يستثني منهم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا هؤلاء آمنوا، عملوا الصالحات، مسلمين لله نعم، وصابرين على السراء والضراء، فعندئذ يعرفون أن لله في خلقه قوانين، وهذه القوانين عليهم ألا يخرجوا عليها وألا يخرقوها وألا يتجاوزوها، لأن في ذلك أذن لهم. وأن في ذلك، فإذن الإنسان طبع كفور، طبع يؤوس، إذا مسه شيء من النعماء ينسى، وإذا مسه شيء من البؤس يضجر، وإذا ضجر كفر ويتحول أن يتهم الله ماذا أعطاه وماذا أعطاني الله وماذا فعل لي الله، لماذا صنع بي الله، ويبدأ يتهم الله تبارك وتعالى. وبينما هناك شريحة معينة هم أولئك المؤمنون المسلمون لله، أولئك الذين يصبرون على السراء والضراء لأنهم يعرفون أن ذلك من عند أنفسهم، ثم إذا صبروا عادوا، وإذا عادوا عند ذلك سلموا لله تبارك وتعالى واستسلموا لما يريده تبارك وتعالى منهم في الحياة الدنيا. وهؤلاء هم الذين استثناهم تبارك وتعالى، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ألخص الحديث، إذن هذا الإنسان اليؤوس الكفور لأنه جاهل بقوانين الله، ولأن من قوانين الله أنه الإنسان عليه أن يكون مغطى بحماية الله
ولا تأتيه الحماية من الله سبحانه تبارك وتعالى إلا أن يكون مطيعا له، والله لا يحمي العاصي. فإذا عصى الله وخرج من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية، خرج من دائرة الحماية إلى دائرة العذاب، وبالتالي تسلب منه النعم. إذا سلبت منه النعم، من نعمة العافية، من نعمة الصحة، من نعمة المال، من نعمة الجاه، من نعمة الولد، من نعمة كل شيء، وبالتالي فيعيش النكد والحياة العصيبة. ولحديثنا صلة، انتظرونا إلى هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها